بحلقة المقارنة بين 20 جيج و12 جيج تطرقنا إلى كمية البارود الموجودة بالخرطوشتين. الرقم المعتمد المكتوب على علب الخرطوش بأمريكا بالنسبة لكمية البارود وقوة الدفع بقيسوه بدرام إكويفلن. فحنشرح شوي عن شو يعني درام إكويفلن. بهالمثال هيدا مثلا بنشوف علبة وينشستر عيار 12 فيها 3 درام إكويفلن. الدرام أول شيء هو وحدة وزن، كل درام بيساوي 1.77 غرام. فلما يكتبوا على العلبة معادل 3 درام إكويفلنت، مش معناتها هيدا وزن البارود، هيدا بيعني انه كمية البارود الموجودة في عندها قوة دفع تعادل 3 درامات من قوة دفع البارود الأسود اللي كانوا يستعملوه ببواريد الدك من زمان. بس حبيت أوضح الدرام لأنه يمكن على الحكي السريع واحد معقول يسمعه جرام، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالمعلومة لما تحضروا الفيديو تبع مقارنة 20 جيج مع 12 جيج. شكراً.